ننتقل إلى الأساور. الله عز وجل ذكر من لباس أهل الجنة الأساور، قال يحلون فيها من أساور في آيات عدة. الأساور طبعا هي جمع، فعندنا الأساور ليست جمع سوار وإنما جمع أسورة. أسورة. فعندنا في اللغة العربية أسورة والسوار وأساور، عندنا في اللغة العربية ما يعرف بجمع الجمع وما يعرف بجمع الكثرة. فعندنا السوار هذا مفرد، حلو، وعندنا أسورة هذا جمع، لكنهم يقولون عنه جمع قلة. قال فرعون فلولا ألقي عليه أسورة. حلو. نعم. أما في الجنة قال عز وجل أساور، والأساور جمع كثرة، هي جمع أسورة، يعني عندنا جمع الجموع، جمع الجمع، جمع الجمع، وأيضا يطلق عليه جمع الكثرة. عندنا سوار إذا جمعته قلت أسورة، فإذا جمعتها قلت أساور. وهذا تجده في الجنة في الرجال ورجالات. أي نعم، رجالات جمع الجمع، رجالات جمع الجمع. تجد أن الله عز وجل لم يذكر في الجنة الأساور إلا بجمع الجمع أو جمع الكثرة. وهناك فرق حتى في التعبير القرآني بين جمع الكثرة وجمع القلة. فمثلا عندنا في قول الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. نعم، فقال سنابل. لما ذكر الله عز وجل رؤيا الملك، الملك فقال، قال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات، ما قال سنابل. لأن سنابل التي في سورة البقرة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل جمع كثرة. بينما سنبلات في رؤيا الملك هذه جمع قلة. والفرق بينهما من جهة المعنى أن السنابل في سورة البقرة أراد الله عز وجل منها التكثير، تكثير الفضل والأجر. حلو. نعم. وبينما في الرؤية التي ذكر الله عز وجل عن في قصة يوسف فإن السنبلات هي سبعة لم تزد على ذلك. وهذا التفريق يدركه من يعرف ما اللغة العربية عندما يقول الوليد بن المغيرة عن القرآن إن عليه لحلاوة وإن أعلاه لا مثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه، ويدرك هذا ويعرف هذه الفروقات اللغوية التي تأتي في كتاب الله عز وجل فيما يتعلق بالتفريق بين الجموع عندما يقول أسورة وهنا أساور. وهناك عندما يقول سنابل وهناك يقول سنبلات أيتام. الأسورة هذه اللي توضع هنا في اليد؟ نعم، هي الأسورة التي توضع في اليد، هذه للرجال والنساء في الجنة؟ حول الأسورة هي التي توضع حول المعصم، وهي بالنسبة في الجنة لأهل للذكور والإناث. نعم، يمنع منها الذكور في الدنيا أما في الدنيا في الذكور لأن هذا عرف بأنه لباس النساء خاصة، فلذلك يمنع منه الرجال لئلا يتشبه بالنساء. أما بالنسبة لتلك الأساور فهي كما ذكر الله عز وجل أنها من ذهب ومن فضة، وكما هو معلوم أن الذهب خاصة لا يجوز للرجال أن يلبسوه في الدنيا، أما في الجنة فيلبسه الرجال والنساء، لأن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. نعم. وأيضا عندنا فيما يتعلق بالأساور أن هذه الأساور من ذهب وفضة، وكما هو معلوم أن الفضة أقل من الذهب وليس في الجنة قليل، لكن لأن التشكيل والتنويع متعة أخرى. صح. يعني ويبعد الملل. نعم. والإنسان في الدنيا، الإنسان في الدنيا قد يشتري شيئا نفيسا وهو قادر على أن يكون كل ما عنده نفيس، ثم يشتري من نفس جنس هذا الشيء شيء أقل منه. صح. للتنويع، لأن هناك تنعم والتمتع بالنظر. قال عز وجل وكم أهلكنا من قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. هم في الدنيا يتنافسون على حسن المنظر ورئيا، أي يعني فيما يراه الناس، الشيء إذا أردت أن تتجمل به ليراه الناس يسمى رئيا، يسمى رئيا. هم أحسن أثاثا ورئيا، لأن الناس يتنافسون فيما يتعلق بما يرونه من المتع ونحو هذا. أيضا في الأساور قال عز وجل يحلون، تجد أن كل الآيات قال عز وجل فيها يحلون فيها من أساور من ذهب، وحلوا أساور. وجاء بالفعل يحلون ولم يقل حليتهم، لا لم يقل حليتهم هكذا من أساور، وإنما قال يحلون، لأن الفعل هنا يفيد التجدد. فإنهم يحلون ليس كحلية الناس في الدنيا، فإن الإنسان قد يشتري حلية تبقى معه عمره كله أو زمنا طويل، لكن هذه الحلية التي في الجنة تغير من وقت لآخر. فقال يعني يحلون، فعل مضارع يدل على التجدد. نعم. التجدد بخلاف الاسم يدل على الثبات والاستقرار. أحسنت. إذن